الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة اليوم هي منزلة المراقبة، وهي من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومقام المراقبة يعني تطبيق وتنزيل التوحيد عمليا، ومنزلة المراقبة تدل على يقين وعلم العبد بقرب الرب. والمراقبة بمقتضى آثار الأسماء والصفات، فلله سبحانه وتعالى أسماء جليلة وصفات عليا، تحقيق هذه الصفات والنظر إليها عند السلوك والتعبد بما في هذه الأسماء والصفات من معاني نستشعرها ونحسها، هذا يعني المراقبة. لأن لله أسماء، فمن هذه الأسماء السميع، معناه أنك إذا تكلمت خافية أو تكلمت بين الناس قبل أن يسمع الناس كلامك سمع الله عز وجل كلامك، وهذا يعني أنك سوف تجزى وتحاسب به. فإذا استشعرت حين الكلام أن هنالك رب يسمع الكلام ويحاسب عليه قبل أن يحاسب عليه الناس، كنت دقيقا في ألفاظك وحذرا في عباراتك. والعليم من الأسماء الجليلة التي تعني إحاطة الله بمخلوقاته، وأنه لا تخفى عليه من أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم خافية، فعندها تشعر بمعاني من الإيمان والسلوك يشوبه الحذر والتردد في الأفعال، مما يجعلك بطيئا في المعصية مقداما على الطاعة. والحفيظ من أسمائه تعالى، وإن كل نفس لما عليها حافظ والله خير حافظا، فهو يحفظ للعبد أقواله ويحفظ للعبد أفعاله، وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بكتابة الملائكة، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والحفيظ الذي لا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. أفعال فعلناها وأقوال قلناها ومع مر الدهور والأزمان نسيناها، ولكن الله عز وجل لم ينسها سبحانه. والرقيب السميع العليم الحفيظ الرقيب الذي يراقب العباد ويطلع عليهم، وليس مجرد اطلاع، إنما اطلاع، يطلع الله على عباده اطلاع هيمنة، يهيمن عليهم. ولذلك قال تعالى إن ربك لبالمرصاد، اطلاع رصد، فهو يرصد كل شيء فيك الرقيب. وكذلك الشهيد، الشهيد الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يشاهد العباد والذي يشهد عليهم، ولذلك يسمى الشاهد شهيد. ورد الشاهد في القرآن، ورد الشهادة معنى الشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. شهيد مش معنى المات في سبيل الله، شهيد معنى الذي وقف يشهد، لأن الكاتب معنى الكتب، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالشهيد من أسمائه سبحانه وتعالى. بعض الآيات في القرآن تبعث في النفس معاني المراقبة، ومن ذلك قوله تعالى لما يعرف بنفسه. إخواننا أحيانا ربنا يعرف بنفسه، يقول أنا كده وأنا كده وأنا كده كده. تأمل معي هذه الآيات، تأمل، مش أسمع، تأمل معي هذه الآيات.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شوف لما يجي الليل الدنيا ساكت، انت ما بتعرف قدامك شنو في الليل، بس قدامك شوف الكون ده كله. والبحار دي يا اخي، البحار دي في الليل حاجه مخيفه. ركبت سفينه بالليل يا خلي البحر الاحمر ده، المحيطات اللي بتبلع البحر الاحمر 20 مره، انت لما تركب فيها شوف الكلام ده كيف. قال لك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. هذه الايه تبعث في النفس رهبه، وتجعل الانسان يحس بقرب الله، وبانه مهما فعل لن يستطيع ان يتخفى عن عين الله. بآية. الآية الثانية، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هي عجيبة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فلذلك فاحذروه، فإنك تستطيع وبإمكانك أن تخادع الناس جميعا، وأن تتحايل على اللوائح والقوانين والأنظمة، لكن لا تستطيع أن تخفى أو أن تختفي عن عين الله. دي آية. الآية الثالثة، تأمل الآية دي كده، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات تكاد تحيط بأقطار النفس البشرية، فلا تجعل شاردة ولا واردة في حياة الناس والأفراد والمجتمعات إلا وهي وقد أحصاها الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، هذا أدق أنواع الأسرار، يعلم السر وأخفى. السر ما كان خافيا، وأخفى من السر ما سوف تحدث به نفسك غدا يعلمه الله. بكرة حتقول إذا قلت شنو، أنت ما عارف، على حسب المناظر اللي بتجيك. كان لقيت زول ممكن تعلق بينك وبين نفسك، كان شفت منظر ممكن تعلق بينك وبين نفسك، أنت ما عارف بكرة المناظر حتمر على شنو. بكرة حتقول لنفسك شنو، ذلك يعلمه الله. ومن هذه الآيات ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تعرف شنو؟ ومن هذه الآيات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. شوف الآية دي كيف، لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف، يعني مدس بالليل، مستخف بالليل أو سارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الآيات لا نجهلها، لكن لا نستطيع أن نتحرك على ضوئها، وعندما نفعل أو نقول لا نكن أو قليل منا الذي يستشعر مراقبة الله واطلاع الله وحفظ الله وإحاطة الله بعباده. تمر علينا مناظر وصور عارية ومسلسلات فاضحة ومناظر قبيحة، ولذلك المراقبة تقوي وازع الإيمان في النفس، فيترك الإنسان المعصية تقربا وتعبدا لله عز وجل، وهو يستشعر ويحجبه أن الله يطلع عليه. لذلك الجنيد رحمه الله
سأله سائل قال له بما نغض أبصارنا؟ الله قال له عيوننا دي ما قادرين أي حاجة قدرنا عليه. يقول لي والله يقول لك أصلا الفجر في الجامع لكن الحري ما قادر أنا ما أدري عليه لكن قدامي لما إلى قنب عن طوال يقول لي في واحد قال لي والله أنا في الشارع ما بعيبين لكن في التلفزيون بعيبين معاينة شديدة بس التلفزيون ده بعيبين. قلت له شيل التلفزيون واضرب به البلاط وكسره حتة حتة قاعد يضحك معناه ما حيعمل يعني. قلت له أخي ما تفتح الشيله اللي بيضيع دينك من الأول ما تفتح. قال ما قادر. يقول لك ما قادر. قال الجنيد تغض بصرك بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها. إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام تستطيع عندئذ أن تغض البصر. ولذلك تخلف العمل عن العلم. كثير من الناس إذا سألته في الإطار النظري هل تؤمن بأن الله يراقبه؟ هل تؤمن بأن الله يطلع عليك؟ هل تفعل هل تفعل؟ يقول والله صحيح أنا أؤمن بهذا الكلام لكن لا يستطيع أن يقوم عليه لا يستطيع أن يطبق هذا الكلام. لو قلت له هذه الآيات إن الله كان عليكم رقيبا إن ربك لبالمرصاد ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنت بقى الله بعينيك. الزول بيكون عاصي وقت المعصر بيكون متصور ولا حاسي ولا مستشعر والله قاعد يعلمه. لو كان مستشعر كان انتفض على المعصية. وهذا الذي جعل كثير من الناس مراقبة الله تلازمه فتمنعه عن العصيان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ليه؟ لأنه مراقب الله وبيتكلم والله قدامه. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك السبب الرئيس في العصيان غياب مراقبة الله في السر والعلن. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه وجد الرجل يعصي الله قال له إن كنت تؤمن بأن الله يراك فأنت عابث ومخلط وجريء على العصيان ومستهتر بربك وإن كنت تؤمن أنه لا يراك فقد كفرت. ما أي زول بيعصي بدس الحرام بيسري بالراحة. المختلس بيختلس ويحاول أن لا يجعل خلفه دليلا يقود إليه. والذي يريد أن يفجر بامرأة إما أن يركب المظلل من السيارات ظنا أن التضليل يمنعه عن الله. مسكين البوليس يشوفه والناس يشوفك أنت منه ولكن الله اطلع عليك. يركب المظلل لأنه لا يخشى الله يخشى الناس. لو أنه يخشى الله ابتداء لما عصى الله ابتداء لكن هو مما عمل المظلل وركب معناها ما خايف من الله خايف من الناس. وقف على ذلك الحرام يجيب الليل بعد ما الناس ينوموا. وزمان الحرامية كانوا يتمسحوا بالزيت يقول بس لما تقبضوا قال يتفك منك كار. حسنا أنا مع الحرامية الزمن ده ما بيسرقوا بالليل بالنهار بيسرقوا بالنهار عديد كويس يجيب الليل بالراحة يعاين يمين ويعاين شمال ما في حرامي عاين للسماء نهائي يعاين بالراحة كده يعاين كده ويلبي وينزل بالخيط بالراحة ينزل. ده ما خايف ده خايف من الناس. لو خايف من ربنا من اليوم ما بيجي خايف من يوم ما بيتلم. وقص على ذلك كل المعاصي التي تقع إنما تقع بسبب غياب مراقبة الله تعالى. بعض الناس يخلو فيعصي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفعل عليه يغيب. لا تخفى عليه خافية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تربية عجيبة. ولذلك من القصص التي يحكيها الناس يقول لك في شيخ كان يرى ويأنس في طالب من طلابه الفهم العميق. كان شايف الطالب ده يعني عنده فهم فهم ثقيل فقام انتوا قالوا الشيخ قالوا الشيخ انت بتحب زول كلمين قال له خلاص أنا بوريكم. قام مرة عملوا امتحان أدى أي زول طيرة قال له امشي
الضحى في مكان لا يراك فيه أحد، كلهم مشوا دسوا ضوح الطيروجة إلا الطالب النجيب. الشيخ قال لي ما ضبحت مالك؟ قال ما من مكان إلا ويراني فيه ربي وأنت قلت لا يراك أحد. هذا المعنى البسيط هو معنى المراقبة. لذلك لقمان في التربية الرشيدة أهم شيء تربي إخواننا. إحنا في عصر العولمة، كنا نربط المراقبة بالعولمة. نحن في عصر العولمة، لن تستطيع أن تمنع أطفالك من النظر إلى الإسبستون ولا إلى إستار اسمها شنو؟ أكاديمي. ما حد تمنعه. ليه؟ كان قفلت في بيتك بيمشوا عند الجيران، وكان أنت ما قاعد بيمشوا، وكان أنت قاعد بيزوغوا منك، بعد شوية تقول وينه شوف بعدين. يقول لك قاعدين في إستار أكاديمي. بتعمل شنو؟ التربية الأمثل، التربية الذاتية، التربية بغرس قيم المراقبة كما فعل لقمان. لقمان ده أمر ولده بأوامر، قال له أعمل كذي وأعمل كذي أعمل كذي، وقال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها. يعني قال له أي حاجة حتى لو كانت تساوي حاجة مهما تدرسها في أي مكان فإن الله عز وجل يعلمها. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال لي مهما دست الله بيعرف. لقمان أراد أن يعطي ولده تربية قويمة. ليه؟ لأن في حسابات لقمان أنه يمكن أن يموت الولد سوف يتخلى عن القيم، لأن ارتباطه بالقيم ارتباطه بأبيه. أبو ما في خلاص، يمكن للولد أن يسافر مع أقدار الحياة ومجاريها، فسبل الحياة والعيش تفرق بين الوالد والولد. كيف سيفعل الولد وقد قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كيف للولد أن ينفذ هذا الكلام؟ ما هو الضمان؟ أجل الضمان ضمان الإيمان. ده أقوى أنواع التربية. تعمل شنو؟ تجيب ولد تقول له ده حرام وده حرام والله بدخل النار والله بحاسبك وتشوف الكده وتشوف ومشوف الكده والكده ده الضر والما كده الضر. بعدك تفتح لون التلفزيون بمقدار معين، بعدك كان جش القبيح براه براه وانت ما فيش يقول اقتله. دي التربية القويمة، التربية على مراقبة الله تعالى في السر والعلن، لأن الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله خائنة الأعين دلالة على أن النظر إلى المحرمات خيانة، وكأن الجوارح تكذب وتخون. كما أن الكذب يكون باللسان يكون الكذب بالجوارح. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين كما قال ابن عباس الرجل يكون عند القوم في بيتهم فإذا رأى أو سمع صوت أنثى فإذا به وقد طأطأ رأسه بطرف بصره ينظر إلى أنثى أهل الدار ويتطلع لها. وكان عالم عبيد جات المربجة وعالم كذي الرجل بيقول لها يا راجل ما تخليك مؤدب عين هنا زح جاي ما بيقدر جوزاته قدام يعني قدام زوره يدري عين لمرته ولا بناته. بيقوم قال لك إذا انقل راسه بيتحت تحت عين يا عين يعني اسمها كحلة ولا اسمها شنو ولا بقول شنو. اختلس النظر وسرقوا سرقوا شوف سرق يعني السرقة دي زمان عند الناس اللي يبوش اللي يقول بروش في سرقة تحت أعراض بالمناسبة. ده ما سرق وده ما خان، خاف يشنو في قروش. القروش أهون، القروش أهون من الأعراض. ولذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه المراقبة مهمة في عصرنا لأنها تقوي جوانب الإيمان وتزيد في اليقين، فتجعل العبد قريبا من ربه وهو يستشعر اطلاع الله عليه وخوفه من الله وخشيته أن يراه الله في موقف مريب أو موضع مشين يتحرز ويمتنع. ولذلك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي
من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا أجل درجات الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة أن تراقب الله في ظواهرك، لا تعصي الله أبدا بالظاهر. وأجل أنواع المراقبة أن تراقب الله بباطنك، فلا يلتفت قلبك إلى غير الله، إذ أن الناس إذا التفت قلبك إلى غير الله لا يعرفون، ولكنه إذا التفت قلبك إلى غير الله علم الله التفات قلبك إلى غيره. فأجل أنواع المراقبة أن تراقب الله بباطنك، فتراقب الظواهر بالطاعات، وتراقب القلب بالإخلاص والمعرفة بأن لا يلتفت القلب إلى غير الله تعالى. وكذلك يقول ابن القيم: من راقب الله في خواطره حتى في الأشياء اللي يفكر فيها، لو ده يفكر تفكير غلط يقول حتى أمر مبحث ابن عدو. يا إخواننا، أنت الأشياء في نفسك الله مبحث بك عليها، لكن المؤمن العالي حتى الأشياء دي الله مبحث بك عليها، وشينا الله اطلع على المطلع عليها. أنت من حبك إياه لا تحب أن تقول شيء يكرهه ولو كان سرا، وهذا من عمق الحب ومن عظمه. لذلك قال ابن القيم: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وهذا صحيح، معنى جوارحك بتكون فيها شيء من العصمة. قال ذنون المصري رحمه الله تعالى: علامة المراقبة، لو دار أقول لك فلان ده براقب الله وفلان ما براقب الله، العلامة شلو؟ علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، إيثاره يعني تفضيله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. الحاجات ربنا بشوفها صغيرة تشوفها صغيرة، والحاجات ربنا بشوفها عظيمة تعظيمها. في أشياء ربنا قال عظيمة زي البيت الحرام عظمه الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، قال ابن القيم أيضا رحمه الله في المراقبة: قال الرجاء، تكلمنا عنه، يحرك الطائل الطاعة، والخوف يمنع من المعصية، والمراقبة تفجر حقائق الإيمان في النفوس. صحيح، أنت كان عندك رجاء قوي في الله بتعمل طاعات، وكان خائف من الله الخوف يمنعك من المعاصي، والرجاء يعينك على الطاعة، والمراقبة تفجر حقائق اليقين والإيمان في دواخلك. طيب، قال لي، قال أبو حفص وهو أحد علماء السلوك والتربية، كان يقول لأبي عثمان النيسابوري، قال له: إذا جلست إلى الناس، الناس قاعدوا حولك، دي فتنة كبيرة بالنسبة، أن يجلس الناس حولك هذه فتنة كبيرة جدا، إذا جلست إلى الناس فكن واعظا لقلبك ونفسك. خلي الناس أول حاجة قلبك ونفسك خليك ماسك فيها قوي، ما تخلي قلبك يزوغ إلى الناس وإلى الخلق. ليه؟ قال: ولا يغرنك اجتماعهم إليك، فإن الناس يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. صحيح، انت وقت تكون قاعد مع الناس والناس منصتين لك، كيف تقول والله انا الناس يسمعوا لي وعندي كلمه واي كلام اقوله مشوه وما بتكسروا لي كلام وبيحترموني احترام شديد، تقول الكلام ده؟ لكن الناس عارفين عنك شنو، شايفينك في شكلك ده كويس، دارع جنابتك ولاف عمتك وقاشر واي حاجه في شنو، وشكلك جياف واي حاجه، وعندك دقن وما عندك عوده مولانا واي حاجه، لكن الناس لا يعرفون حقيقتك. الذي يعلم حقيقه امرك ربك الذي يطلع على قلبك، على اتجاهاته ومقاصده، وعلى كيفيته، وعلى عباداته ومقاماته.
لذلك جلوس الناس إلى العالم إن لم يعصمه الله يغره، وكثرة الجماهير تفتنه. فمن يكون عند الجماهير كتاب والناس يلاقوك ويقول لك والله ما شاء الله والدروس سمحة ونحن مبسوطين والناس دي كلها مبسوطة من الدروس بتاعتك، ياخذ فتنة كبيرة خلاص. يعني ده بخلي الزول يكون في فتنة وفي انقطاع، لأنه يوم أن يلتفت العالم الذي جلس إليه الناس إلى الناس فقد انقطع عن الله وأخذ حظه وأجره من الناس حاضرا، ولا حظ له يوم القيامة، لأنه قد أخذتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك هذا كلام صحيح. طيب ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل. قال صاحب المنازل الهروي: المراقبة دوام ملاحظة المقصود. المقصود هو رضا الله عز وجل. دوما، أن تكون دوما. وقوله دوام يعني أن المراقبة لا تغيب عن العبد. في زول مرات بيكون ملاحظ، الله معي الليلة أنا أسوي كيف كده، لما يجي أعمل حاجة يقول لكن الله خليني، ومرات ينسى طوالي يستفسر يسمع الغنى. دي من أخطر الشهوات المنتشرة في عقلنا، سماع الأغاني، شغل المسجل يسمع الغنى ومبسوط. مرة شيء مفهوم وشيء ما مفهوم، شيء بالإنجليزي وشيء عربي، أغاني عربية وتلقاهم شغل المسجل مبسوط. ده مسكين. كثير من الشهوات، كثير من المعاصي في هذه المسألة. فقوله دوام ملاحظة المقصود يعني بذلك دوام استحضار القلب لما يقصد. أنت تقصد أي شخص يا أخواننا، السكران اللي بترنح في الشارع بتاع البنجو، أي تمسك تقول له داير رضا الله ولا غضب الله؟ يقول لك رضا الله. تتمنى شنو؟ يقول لك الجنة. داير الله يغضب عليك؟ يقول لك لا أعوذ بالله. سكران، يقول لك أعوذ بالله. كويس؟ وهكذا. لكن دوام ملاحظة المقصود غائبة. من الناس من يلاحظ المقصود ولكن ليس دوما. ودوام ملاحظة المقصود بحضور المقصود دوما في القلب، أن تكون في كل حركاتك وسكناتك مستيقن بأنك تريد رضا الله. فإذا فعلتها، فإذا أيقنت بذلك فعلت الخير وتجنبت الشر. طيب قال المراقبة وهي على ثلاث درجات. هذا كلام الهروي. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. هذا واقع، مراقبة الله تعالى في السير إليه على الدوام. أخواننا والله دي حاجة عجيبة خلاص، على الدوام. وده فيه من الإيمان، الإيمان الجليل، إيمان جليل. مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. أنت سائل الله تراقبه على الدوام، لا يغيب عنك أبدا ولا تغفل عن رضاه أبدا، تكون دائما رضاه على الدوام. وده اللي بيخلي كثير من الناس لا يقع في المعصية، وإن كان عنده من الإغراء والإغواء ما عنده، حتى ولو أغوي وأغري فإنه لا يقع في المعصية. بعض الناس يضحي بأشياء كثيرة حتى بشغله، يكون في شغله دائما يعمل عمل غلط يرفض، يقوم يشيلوه ويبشتنوا به وكذا، لأنه أبي يمشي معاملة معينة غلط، ويكون المدير متفق مع الرأسمالي والتاجر الكبير ودائما بيمشتلوه، يقوم ده يكون ما عارف حاجة، يقوم يمنع الموضوع ده، يقوم بس يشيلوه يرموه بعيد عشان يمشوا الزول ده، يعني أموره في المصلحة دي. في ناس يضحوا بأشياء كثيرة لكنه فقد كل شيء من الدنيا، وكسب نفسه وكسب ضميره، وقبل ذلك فاز برضا ربه. طيب قال صاحب المدارك: بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة
وسرور باعث. ده كلام عجيب. يعني زول بيكون ماشي إخوان، شوف ابن القيم يرى اسمها مدارك، مدارك شنو؟ السالكين، بين منازل. السفر بيكون في منازل، انت ماشي من هنا لبورسودان، بتجي مرة في الحصحيصة وقبلها المسجد، وتجي في مدني، وانت ماشي الفاو القضاري، دي منازل في الطريق. البص بيقف في كل مرة بيعمل حاجة معينة، في منازل بيقف ويأكل ويشرب فيها، ومنازل بيصلوا، ومنازل بيمضلون أوراق، وانت ماشي والشوك والقربة وكسلة ودرديب كويس وسنكات وسواء وهيا وسواكن، وانت ماشي لحد برصدان. دي منازل السير. السائر إلى الله يقف عند هذه المنازل ليتزود. أجل هذه المنازل منزلة المراقبة. والسير إلى الله معنوي لكنه كالسير الحسي، يتنقل الإنسان في منازل، والطريق يطول، أحيانا ينعس وأحيانا ينشط في بعض المنازل إلى أن يصل، لكن لا بد أن يصل، وأحيانا يتعب، وأحيانا يفطر، وأحيانا ينشط، وأحيانا يتزود، لا بد أن يجيب يأكل، وأحيانا وهكذا إلى أن يصل. عرفت؟ السير إلى الله وأنت تسير إلى الله عز وجل. قال المراقبة بتفضي إلى شيء، إلى تعظيم مذهل، بمعنى أذهله تعظيمه لله، فمن كثرة تعظيمه لله صار مذهولا. يذهله تعظيم الله يصيبه بذهول ليس عن الله، عن غير الله. امتلأ لله تعظيما في أثناء السير. بالنسبة يا رب القيم أن منازل السير كثيرة، وأنها قال بعض الناس قال 1000 منزلة، وبعضهم قال 100 منزلة. قال ابن القيم ومنازل السير إلى الله بعدد الأنفاس. أنت تسير إلى الله بعدد أنفاسك، شفت مع كل نفس يا قريب من الله يا بعيد من الله، أصوات حتى تنكب، يا قريب من الله يا بعيد من الله. عشان كده ليسائل كل واحد منا نفسه، أين هو من الله؟ هل أنت قريب من الله؟ طيب ما علامة هذا القرب؟ علامة القرب قال ابن القيم الحضور مع الله يوجب للعبد أنسا ومحبتا. هل أنت تأنس بالله لما تكون براك مع ربنا بتذكر فيه، بتكون مرتاح شديد وما داير أي زول يجي، ولو جاتك الدنيا دي كلها تشتغل بها، أم أن أنسك بالناس أكثر من أنسك بالله؟ قال عثمان بن أبي دهرش رحمه الله ولقد كان السلف يأنسون بالليل حيث يخرجون من الخلق إلى الله، فإذا جاء النهار قالوا أقبل علينا النهار ببثه وحزنه، بالضايق من النهار. لا أقول لك قالوا كده وسووا كده وجاء كده وبيع كده وبيع كده وافتح كده وامشي قابل كده وامضى الورقة وقالوا كده وناس الضرائب وناس النفايات، تغني مع ناس تونس. ما في زول بيقول لك الله قال الرسول قال، قال في زول ناس معك تأكد، يا نظم في فلان، يا نظم في علان، يا في الجريدة الفلانية، يا في كده، وناس الكورة عالمهم أوهام وخيالات، اللاعب الفلان يسجله وما عارف، تقابل الدنيا عشان تعيش أولادك، لكن ربنا قال شنو؟ ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن شوف الختام وإليه النشور. قال لك امشي الدنيا دي، لكن أي حاجة بتعملها في قيامة بندمك، قال لك كان جبني بي حق ناس وكان عملت غلط ما بخليك امشي. يعني دائما تمشي في مناكبها وأنت مستحضر أن إليه شنو؟ إليه النشور، عشان تنضبط. أنت كان مشيت في مناكبها بدون وإليه النشور دي بتعذب الدنيا دي كلها، لكن كان قال لك إليه النشور بتلاوس، بنقول يوم القيامة الله بخلني. أسمع كلامي، أول حاجة يا أخوان أنا والله بستغرب في الكلام ده، الناس كان تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة، الناس إذا خلوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة كلامي ده ما بينفع معهم.
ليه؟ لأنهم براهم ما شغالين في الدنيا. نحن نرجعوا للدنيا شوية، لكن كلامي ده لينا أصلا جاري ورا شنو؟ ورا الدنيا. أهذا أقول له شنو؟ أقول له أجل ورا الدنيا أكثر من كده ولا كده؟ ده كلامي ده بوازنه، يعني بمعنى شنو؟ الزول لو ماشي زول آخر التب ما جاي أي خبر للدنيا، كلامي ده بزيد زيادة بودي بغادي، لكن كلامي ده مع ناس أصلا قاعدين في الدنيا وش غالين بالليل والنهار في الدنيا. دي تقول لهم النهار دنيا والليل لأمر وازن شوية تقول لهم، لكن إذا كان الليل والنهار للدنيا كلامي ده بينفع ولا بينفع؟ ده بيجيب الوزن، لأنه الناس أصلا ما موزونين، لكن في أسجاد مايلين للدنيا. نرجع للآخرة شوية بشنو الكلام بس زي ده. فهمت الكلام؟ معناها شنو؟ معناها ربنا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. الآية دي للصحابة، لأنهم أبو الدنيا مرة واحدة قال الدنيا شوية شوية، الدنيا برضو عندها حق، لكن إحنا يقول لنا ولا تنس نصيبك من الدنيا، هون إحنا مقصرين أصلا. الزين دي يقول له ولا تنس نصيبك من الآخرة، وده كله حتى أخوانا. معنى الكلام شنو؟ معنى الكلام معالجة الموضوع كالآتي: أنت تشتغل في شغل عيالك، تمشي تشتغل مراجع قانوني تراجع الشركات، وتمشي البنك تشيل مرابحة تجيب جندران أو زيت واي قلاب ما عندك مشكلة، تمشي تجيب دجاج اسمها شنو هو البيت دواجن، وتعمل لك حاجة كبيرة، تعمل لك شركة بتاع التبريد قدر الليل وباكر، وتجيب لنا من الصين ما عندك عوض تستخدم. لكن أول حاجة تشكر الله كويس، وتعمل مصنع بتاع شعيرية ومكرونة ما في مشكلة كويس، أصلا ما عندك مشكلة تعمل كويس، وكان دكتور تفتح عيادة بالصباح وبالمساء. في دكتور يقول لك أنا بس ما داري حاجة كثيرة، لكن بعد شوية حاجات تكتر. تقول له فتحت عيادة ليه؟ يقول لك والله الأمور كثيرة عندي لازم أفتح عيادة. يقول لك ما في مشكلة حد حتى هنا، لكن الإشكال وين؟ الإشكال في أن تجعل هذا تعبدا لله، طلب المعيشة تعبد، تجعل أهدافك إعفاف نفسك والإحسان إلى الآخرين، واليد العليا خير من اليد السفلى. وإنت إذا عندك شغل بيشتغلوا معك ناس آخرين كويس، عندك مزرعة وعندك فيها بقر بيكون في راعي وبيكون في أشياء وبيكون في حاجات ما في مشكلة كويس كويس. بعد المراح والبقر يقول لك يا أخي نحن نعمل شنو؟ قالنا رب عيدين يا أخي، تم البقر والمراح في شنو كويس. فمعناها كله يكون عندك، لكن تقصد بذلك وجه الله، وتجعل من ميدان العمل محراب طاعة. كيف؟ لا تعصي الله في عملك أبدا، وتخضع للحلال والحرام في أثناء المبايعة والشراء، ولذلك تجعل من تجارتك عبادة. إذن أنت لا تعتبر تاجر، إنما تعتبر عابد، عابد وأنت في المتجر، عابد وأنت في المصنع، عابد وأنت في الحقل. بماذا؟ بجعل مقاصدك نفع الناس واستغناء النفس وعول الأسرة والقيام بمسؤوليات الحياة وتربية الأبناء، واللقمة يضعها الرجل في زوجته له بها أجر. يعني أنت الكيس مليان، المرأة أكلت وشوف أكله بكل أكل أكل الله بيديك أجر، أنت قال الأمور ساكت. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، معناها تجعل من ميادين الحياة محرابا. تختلف عن بقية الناس، بقية الناس بيعصروا أنت بتعصر، بقية الناس بيمسحوا الشنب أنت بتمسح الشنب، زور بتمشي أمورك بشي دغري، بتخاف الله، بتجيك بيعة بتطلب تلفون تستفتي، تقول البيعة دي كده 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 حلال ولا حرام؟ قال لك حرام، إن شاء الله بتجيب مليار، تقول له ما دايرة. ده أنت جعلت العمل عبادة، ما في زول قال لك أبعد من الناس. لكن شوف يا إخواننا أكلمكم، الأنس بالله ضعيف، الأنس بالله ضعيف، اللي بيجيف يصلي وهو يحس ويستحضر أنه بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب، وأن الله قد أقبل عليه، وأنه يعبد ربا، وأنه يحقق عبادة بالجوارح، خشع في صلاته واستلذ، وهذا موجود الآن، واستلذ في طاعته وتمتع بعبادته. وهذا ضعيف في حياة الناس. لماذا؟
لأن الناس يصلون ببال شارد وفكر مشتت في أودية الدنيا ومضمارها، صح ولا ما صح؟ أزول يجيب الشيكات طوال تجي الشيكات تجي في الصلاة، والله يتكدر على الصلاة مرة واحدة، يصلي بسرعة سرعة يقول باكر داخل على الشيك وأنا ما مغطي، يقول لك والله بجه جه 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 في الصلاة زول كويس. وهكذا إذن معناها معنى هذا الكلام أن تأنس بالله السلف، الواحد يكون مع الناس، لكن حتى الناس شوف الناس كالدواء، تتعامل مع الناس باعتبارهم دواء، في زول بياخذ دواء وهما محتاج، بس عندك معه مصلحة وحاجة تقضي موضوعك وما تجيب، ما تعمل علاقات اجتماعية ونسات وقعدات وعشاء وتلقط الناس وتوعد تضحك لحد الصباح، لا في زول ينصحكم ولا في زول لكم، الله قال رسول قال ده يوم القيامة ضرك، تتعامل مع الناس باعتبارهم دواء. يا اخوان في زول بياخذ دواء اكثر من اللازم، الدواء بمقدار، وتتعامل مع العلماء باعتبارهم هواء، في زول بيستغنى الهواء، اي زول بيذكرك بالله وبيقربك لله ده عالم، العالم ده ما تفارقه زي الهواء، كان زحيت منه بتموت، مش بتموت في جسمك، بتموت في قلبك ده، بتموت في فكرك، بتموت في اقبالك، في اقبالك على الله، وهكذا عرفتوا. لذلك أقول إنه دوام ملاحظة المقصود، وهي على ثلاث درجات، الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل، من كثرة تعظيمه لله ذهل عن بقية الخلق فأصبح لا يرعى لهم بالا ولا يهتم بهم ولا يلتفت إليهم ولا يطلب منهم تعظيما ولا رفعة، فإن أراد رفعة وعزة طلب ذلك من الذي يملك ذلك على الحقيقة وهو الله جل جلاله مالك الملك، صح ولا ما صح الكلام ده؟ أسمع أخواننا، شوفوا الأنس بالله من العبادات الغائبة، الأنس بالله. طيب ابن القيم هنا عنده مسألة، يرى أن الحضور حضور القلب الدائم مع الله يوجب محبة وأنسا، السؤال هل أنت ممن يأنس بالله؟ شوف الأنس بالله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاض عينه، ده أنس تقيل ما معه أي زول براو، فذكر عظمة الله وجلاله وذكر عيوب نفسه وآفاتها فبكى، شوف الكلام ده، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إخوان الأنس ده عجيب. طيب لكن ابن القيم يرى، قال شوف بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة، مدانة حاملة قال الدنو من الله يحملك على تعظيمه، يعني كل ما تقرب من الله كل ما تعظم الله فعلا، يعني كل ما تقرب تزداد قربة من الله، كل ما شنو تزداد شنو تعظيما لله، وكل ما زدت تعظيما لله استغنيت عن شنو عن خلق الله، هذا كلام تجيب، كلما ازددت قربا من الله كلما ازددت تعظيما لله، وكلما ازددت تعظيما لله كلما ازددت استغناء عن خلق الله، مش تخوانا تستغني عن خلق الله فيما يمكن ان يكون بين الناس، يعني ممكن تقول لزول زيني مشي لي الامور دي انا اعمل لي كده سد لي الموضوع الفلاني ده ما فيه شيء، لكن التفاتك الى المخلوقين طلب ثنائهم وطلب العز عندهم وطلب المكان في قلوبهم وإلى غير ذلك هذا لا يكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ما في ذل بذلك أصلا، ما تسمع يقول لك والله ما بخليك ولو قبلت عليك، والله كان الدنيا دي كلها قبلت عليك ما تصور لك حاجة خلينا. قال كل يدعي وصلا بليلة، ليلة دي أصلا عند العرب رمز المعشوقة، عند العرب رمز المعشوقة ورمز المحبوبة، فيقول لك مثلا مجنون ليلى، مجنون كلثوم بسمع لها نهائيا، مجنون منه ليلى، ليلى هي دلالة أو علامة الأنثى أو رمز الأنثى، فبعض اللي عندهم انحراف في الاعتقاد زمان بيروا انه ربنا معشوق
وهذا معنى باطل، لأنه لا يجوز شرعا أن تقول أعشق الله، لأن معنى العشق فيه نقص، ولكن يجوز أن تقول أحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ودائما يقول لك قل إن كنتم تحبون الله، نعم، وأنا بحب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كويس، وشنو يحبهم ويحبونه، لكن لا يجوز أن تقول ربنا يعشق ولا العباد يعشقونه، لأنه من صفات النقص، والله منزه شنو عن النقص. ده الخطأ هنا. لكن ده بيقول شنو؟ بيقول لك ليلة دي أجز والدائر اتقرب ليها، يعني المرأة كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. هو يقال في معرضي إذا ادعى إنسان أنه على حق ولم يكن على حق، يقول لك كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذا وليلة لا تقر لهم بوصله، عرفت؟ ده معنى شنو؟ معنى ليلة. لكن الغريب إنه ليلة تجي في المديح، يعني لو كان دول بيغني يقول يا ليلة وكده معلش، زي الفنان بيغنوا ذي، لكن واحد ممدح يقول لك يا ليلة ليلك جنة معشوقك أوه أنه، ما عنده علاقة بالمديح، ده غزل، ما عنده علاقة بمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، ده كلام باطل ينبغي أن لا يقر عليه، عرفت؟ طيب، قال تعظيم مذهل ومدانة حاملة، يعني المدانة يعني معناها الدنو، يعني القرب من الله. القرب من الله يحملك على ماذا؟ على تعظيم مذهل، تعظيم تصل به إلى درجة أنك إذا عظمت الله تذهل عن مخلوقاته، فلا تلتفت إليها ولا ترى لها أمام الله قيمة، لأنك تنظر إلى المتكبر الجبار العظيم وكذا، فالخلق تراهم وكأنهم لا يساوون شيئا. تعظيم مذهل ومدانات حاملة على هذا، شنو؟ على هذا التعظيم. هنا ذكر ابن القيم معنى عظيم، قال يا إخواننا التعظيم مع الدنو، أنت بتعظم الله وقريب منه معناها عبدته، ده معنى العبادة. ليه؟ ابن القيم يرى أن العبادة حب وتعظيم، العبادة حب شنو؟ وتعظيم. يرى أن التعظيم بغير حب لا معنى له، أنت بتعظم له زي ما بتحبه، ده معنى رهبة، ما في عبادة هنا. والحب بغير تعظيم ندية، أنت بتحب زول لكن ما معظمه، زي الناس بتحبهم عادي، بتحب ناس كتار، أنت ناس كويسين وأفاضل بتحبهم لكن ما عندهم تعظيم، شايفهم زي واحد، يعني ما في فرق بيناتهم. أما التعظيم مع الحب دي العبادة، وفعلا دي العبادة الحقيقية. والعباد لله عز وجل يحبونه ويعظمونه، وبذلك يحققون عبوديته سبحانه. وما يفهم الكلام ده مهم جدا. طيب، ثالثا قال بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. ما معنى وسرور باعث؟ إذا عظمت الله وتقربت منه تفرح بهذا أو لا تفرح؟ تفرح أو لا تفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعظيمك إياه لله وقربك منه يولد في نفسك فرحة ويبعث على سرور عظيم، حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا السرور والفرحة واللذة والمتعة لا تضاهيها متعة إلا متع الجنة، فإن فرح القلب بالقرب من الله لا يكون إلا حالا من أحوال أهل الجنة. لذلك قال بعض العارفين: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه وقربه من الله، أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. لذلك يسمي ابن القيم الفرح بالقرب من الله جنة الدنيا. وريني في حاجة أحسن منها؟
العمارات، الفلل، النوافير في البيوت، النجف، الجنينة، السمحة. ورينا أحسن من 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 القرب من الله شنو؟ دي جنة الدنيا. شوف الكلام ده كيف، والله الكلام ده عجيب. ليه؟ قال سرور القلب بالله وفرحه به قرة عين للمرء لا يشابهها شيء من أحوال أهل الدنيا. دي أحوال آخر، دي أحوال آخر رسمي. يا أخوان الكلام ده أنتوا فهمينه ولا ما فهمينه ولا عيدوا؟ واضح الكلام ده يا أخوان؟ الكلام ده واضح؟ بمعنى سرور القلب بالله وفرحه به وقربه من الله يحس بمعان من الراحة والطمأنينة والسكينة، فيجد للعبادة لذة وللطاعة متعة. العبادة عند بعض الناس أعباء وتكاليف يود أن يتخلص منها. يصلي العشاء بسرعة يقول لك يا أخي سنمشي ننوم مرتاحين ما داير أي مشاكل. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها وليس أرحنا منها. نحن شغلتها دي شغلت أرحنا شنو منها؟ ولا سرعة سرعة. أول ما الإمام يتقدم يقول إن أعطيناك الكوثر، واقف في الصف الأول الإمام لما يتقدم يقول له إن أعطيناك الكوثر، يحب الله فترانين الفترة شنو السوق مش كده؟ فترة شنو السوق؟ يقول إن أعطيناك الكوثر. في واحد صلى في مسجد، الناس بيصلوا صلاة طويلة، هو ذاته جاء بس أدركت الصلاة وقف عربيته دخل. أريته لو ما دخل بلاي طلع زحجان ذهب. قال لهم تاني والله لو زرتني ما طالما أخش الجامعة. قال الإمام يا برضى فينا ببالغ والله، فينا ذات ببالغ مبالغة شديدة. يا أنت ما لك يا على الناس مجرجين قدر دمانا، أنت عارف الناس جايين من السوق تعبانين، وعارف إنه في ناس ماشيين يحصلوا مباراة المريخ مع الإسماعيلي، خفف للناس كويس. في حاجة زي دي يا أخي والله غلط والله شيء عجيب يا إخواننا. قال ليك السرور والأنس والقرب من الله معنى وسعادة لا يجد صاحبها إلا أن تماثلها شيء من 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 أحوال الدنيا. لذلك ابن تيمية كان يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا، فما ملككم ولا ملك آبائكم يساوي عندي جناح بعوضة. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا مع ربي. لذلك هذه حال عجيبة. بالنسبة صلى الله عليه وسلم ذكره، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. معنى الإيمان عنده حلاوة، عنده طعم تشعر به وتحسه، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. نختم الدرجة الأولى من درجات المراقبة ونواصل بقية الدرجات، الدرجة الثانية والثالثة في درس الاثنين القادم بإذن الله تعالى. نختم بشيء. ابن القيم يرى أن من عبد الله وفعل طاعة، شوف القاعدة دي، فعل طاعة تصدق وأجل الصدقة، قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت شنو يمينه. ده شغل بتاع الله، ما بتاع مبارك ولا وجاهات، دي صدقة لأمره. أخفاها، وصل رحمه كويس، منع منكر، أعان على معروف، فعل خير، عمل شيء كويس. طيب إذا عمل هذا الشيء الطيب، صلى، ذكر، قرأ القرآن، إذا لم يجد لهذا العمل حلاوة في قلبه وانشراحا في صدره فليتهم العمل وليتهم نفسه. من عمل عمل خير وفعل طاعة ولم يجد لها لذة ومتعة وانشراحا في صدره وحلاوة في قلبه فليتهم عمله. ليه؟ قال لأنه من أسمائه تعالى الشكور. طيب دخل الكلام ده في الشكور شنو؟ الشكور الذي يأمر عباده بالطاعة. شوف الشكور ده كيف، ويعينهم على الطاعة. إذا بيعمل طاعة براو كان الله ما عانى بتعمل. اللهم أعنا على ذكرك
وشنو؟ وشكرك وشنو؟ وحسن العباد. يعني الله كان ما عانك انت ما بتعان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالشكور يامر بالطاعه ويعين عليها ويثيب على الطاعه ثوابان، ثواب في الدنيا بانشراح وطمانينه ووجود عواقب الطاعه في النفس حلاوه وانشراحا، وثواب في الاخره يدخلك الجنه. اليس هو الشكور؟ من اسمائه الشكور، ومن الشكور انه يثيب العامل على عمله في الدنيا بحلاوه يجدها لهذه الطاعه في قلبه، وقوه وانشراحا وقره عين وسعادة وسرور وفرح بالله عز وجل. هذه المعاني تظل في عصرنا معاني نظرية، ولا يجد حلاوة هذه المعاني إلا من أراد أن ينزل هذه المقامات الإيمانية والمنازل التعبدية. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.